الحمد لله ذي العظمة والاقتدار، أمر عباده المؤمنين بحسن الجوار، وعد المحسنين إلى جيرانهم من عباده الأبرار، وتوعد المسيئين إلى جيرانهم بالعذاب والنار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الستار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المختار، كان في معاملته لجيرانه من الأخيار. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته بليل أو نهار. أما بعد، فيا أيها المؤمنون الأكارم، نتناول اليوم إن شاء الله تعالى من خلال خطبتنا هذه ملف علاقة الجوار في الإسلام. الإنسان لا يحلو أن يكون له جار، جار بالسكن، جار بالعمل، وجار حتى بالسفر. هذا الملف الاجتماعي الهام الذي نحن في أمس الحاجة إلى دراسته وتصحيح ما شابه أو ما شابه من أخطاء. أيها المؤمنون الكرام، كما تعلمون فقد تقاربت الدور والبناءات في زماننا، وارتفعت العمارات، وتزاحم الجيران، وتقاربت المنازل من بعضها حتى كثرت الخصومات وتنوعت الخلافات، مما يتسبب في العديد من الأحيان في التلغيس والأزمات. ومن ذلك نذكر بعض الحالات، ومنها أن تجد جارا يشتكي من جاره بسبب ما يسمعه منه من كلام فاحش وسباب، الدور متلاصقة، وبعض الجيران ربما ممن لا يتحلون بالأخلاق الحميدة، تسمع وأنت في بيتك سبابا وشتما وكلاما فيه فجور وكلاما يخدش الحياة. وآخر يشتكي من جاره بسبب سوء المعاملة والتضييق عليه بمواد البناء أو بالفضلات. وثالث يشتكي من جاره بسبب مضخمات صوته التي تقلق وتحرم الجار النوم، خاصة بالنسبة لمن يبدأون عملهم في ساعة مبكرة من الصباح فيضطرون للنوم باكرا. وتجد من يشتكي من جاره بسبب ما تحدثه مهنته من أصوات مزعجة وضوضاء وفضلات وقذرات إلى غير ذلك من الحالات بين الجيران، كأن ينتصب أحد للعمل مصنع أو مؤسسة صناعية في وسط السكان ويقلق راحة السكان بآلاته وضجيج آلاته وأعماله. وسنحاول اليوم أيها السادة التذكير بحقوق الجوار وآداب المعايشة من خلال آداب ديننا السمح وتعاليمه الفاضلة. وننطلق في طرق الموضوع مع قول الله تعالى حين قال في كتابه العزيز: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. انظر إلى المولى في هذه الآية، يبدأ الآية سبحانه بأن يأمرنا بعبادة الله، ومن عبد ربه حق العبادة استقام حاله ولسانه وجوارحه فلا يظلم أحدا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ينهانا عن الشرك، والشرك أمر عظيم
وذنب عظيم، وبالوالدين إحسانا، ثم يأمرك بأن تحسن إلى والديك. هذه أمور هامة جدا المولى يؤكد عليها. ثم ماذا؟ انظر، وبذي القربى أقاربك أحسن إليهم، واليتامى والمساكين. ثم ماذا يقول المولى؟ ثم يقول والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، كل هؤلاء يعتبرون جيرانا لك. وما ملكت ايمانكم ان الله يحبكم، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ففي هذه الايه المولى يجمع ويقرن بين هذه الامور لعظم قدرها ومكانتها في الاسلام. فكما ان المولى يبين ان الشرك منهي عنه، ويتكلم ويامر بطاعه والديه ويامر بعبادته سبحانه وتعالى، في نفس المستوى يجعل الاحسان الى الجار وعدم اذيه الجار في نفس المستوى. قال عليه الصلاه والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره، ان يحسن الى جاره قولا فعلا وعدم اذيه الجار، او الا تنغص على الجار بفضلات او اوساخ او اصوات او الات. هذا كذلك يعتبر من الاحسان الى الجار. وإن هذا دليل على الإيمان، من فعل هذا دليل على إيمانه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ولقد كان سلفنا الصالح وأجدادنا رحمهم الله تعالى إلى زمن غير بعيد يولون أهمية كبرى لحسن الجوار، حيث كانوا يتآزرون ويتعاونون ويتعايشون في جو من الألفة والأخوة والتعاون والاحترام. هذا ما كان سائدا بين الجيران، لأن ربما الكثير من أهلك يقطنون في أماكن بعيدة عنك، قد لا تراهم إلا بعد زمن. أما جارك فأنت تراه كل يوم صباح ومساء. لذلك عظم الإسلام حرمة الجار وقيمة الجار ومكانة الجار. ويكفيك أن تعلم أن إثم الزنا هو إثم عظيم، ولكن أن يزني الجار بحليل إجاره فإن هذا يتعاظم 36 زنا. نعم، لماذا؟ لأن الجار هو الأصل في الشيء أن يكون أمانا وأمنا لجاره، أن يكون سكينة وراحة لجاره، أن يطمئن من جانب جاره، إذا أن يأمن بوائق جاره. هذا الأصل في الشيء، وهذا ما كان عليه السلف الصالح والأولياء والصالحون والمؤمنون والمتقون وأجدادنا رحمهم الله تعالى إلى زمن غير بعيد. هكذا كانت الوضعية مع الجار. وقديما قيل من الأقوال التي قيلت في هذا الموضوع: الجار قبل الدار. قبل ما تشتري الدار اسأل عن الجار، قبل ما تشتري الدار اشتري الجار. فالدار قيمتها ترتفع أو تنخفض بجيرانها وبالوسط الذي توجد فيه هذه الدار. وقيل كذلك: الجار جار وإن جار. الجار يبقى جار حتى ولو ظلمك، هو جار وله حقوق الجار. وقال أحد الصالحين: إني أبيع الدار بدينار ولا أبيع الجار بألف دينار. أنا داري قال أبيعها بدينار، أما جاري بحول بألف دينار. يعني أنا مش أبيع لك داري، في الواقع ثمنها يقدر بقيمة الجار الذي سيسكن بجوارك. وفي هذا الصدد قال رسول الله
زال جبريل يوصيني بالجارة حتى ظننت أنه سيورني ظهري. سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا يا سادة يا كرام أخواني المؤمنين، لست أدري لماذا تكثر المشاكل بين الجيران، لماذا يشتكي الجار من جيرانه، لماذا أصبح الجار نقمة للجار، لماذا أصبح الجار يلخص حياة جيرانه. مهما كان هذا الجار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول جبريل يأتيني ويوصيني بجيراني. حتى ظن النبي، حتى تصور النبي عليه الصلاة والسلام أن الجار سيصبح يرث جاره إذا مات. انظر إلى مكانة الجار. نحن الآن نستهتر بالجار ونتعدى على حقوق الجار ونظلم الجار، والمصيبة أن بقية الجيران إما لا يحركون ساكنا ولا يهمهم الأمر، أو أن يقفوا مع الجار الظالم ضد بقية الجيران المتضررين. وهذا من المآسي التي نعيشها ومن الشكاوى الكثيرة التي ترد في هذا الإطار. عباد الله، إن من أسباب توتر العلاقة بين الجيران عدم الاحترام. من لا يحترم جيرانه، من يتسبب في تنقيص حياة جيرانه بأي نوع من الأذى، وخاصة كما قلت ربما بعض الصناعيين الذين يؤذون جيرانهم. أقول من أسباب توتر العلاقة بين الجيران عدم الاحترام وعدم مراعاة الحقوق، وأخطر من كل ذلك إذاية الجيران بالنيل من أرزاقهم والاعتداء على ممتلكاتهم والخوض في أعراضهم وكشف أسرارهم وإزعاجهم بضجيج أو أصوات مرتفعة، مما يحمل الجيران من الراحة والنوم وطيب المقام. ومن أسباب الخلافات بين الجيران مضايقة الجار بجاره في مجال البناء ورسم الحدود والممتلكات، مما يزرع بين الجيران الأحقاد وينشر العداوات من أجل نصف متر من الأرض، وفي بعض الأحيان من أجل 20 سنتيمتر من الأرض تحدث مصائب كبرى بين الجيران. وهذا يعيشه الكثير من الناس، مما يزرع بين الجيران الأحقاد وينشر العداوات. لأجل ذلك فلقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم النكير على الذين يسيئون إلى جيرانهم، حيث اتهمهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقلة الدين وضعف الإيمان، حيث قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. 3 مرات سيدي النبي يقسم بالله أن هناك من لا يؤمن، أي ليس مؤمنا، أي لم يكتمل إيمانه، أي لم يستفد من إيمانه، أي لم يثمر إيمانه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من هذا يا رسول الله؟ فقد خاب وخسر. نعم، خاب هذا، خسر، لأن النبي أقسم عليه 3 مرات أنه لا يؤمن. قال: من لا يأمن جاره بواقفه، أي شروره. الإنسان اللي جيرانه ما يأمنوش من الشرور بتاعه، لا يسلمون من شروره، يتضررون من شروره ومن أفعاله ومن أعماله. هذا من كان هذا حاله فقد أقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم 3 بأنه لا يؤمن. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من جار السوء لما يمثله من خطر يتهدد راحة جيرانه وأمنه.
حيث قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. جار السوء في دار المقامة يعني كما وضعيتنا في المدينة، مش البادية. البادية ربما جار وجار سوء قد يأتي وهو يرحل، لكن جار المدينة أيضا بناؤه موجود، مسكنه موجود، عمله موجود، مصنعه موجود، دائما موجود، وبالتالي قلقه وضراره هي تلحق الجيران باستمرار. هذا تعوذ منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لقد عمل الإسلام على دعم العلاقات بين الجيران وتقوية الصلة بين المسلمين ليكون المجتمع متماسكا ومتراحما. وقد ورد في الأثر أن الجار ثلاثة أنواع: جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. أما الجار الذي له حق واحد فهو الجار المشرك الذي لا رحم له، ما هوش من أقاربك وما هوش مسلم، مشرك كافر، فهذا جار وهذا عنده حقوق عليه رغم أنه كفر، رغم أنه كافر. الجار الثاني له حقان، وهو الجار المسلم، له حق الجوار وحق الإسلام. هو مسلم كيفك، لا قرابة تربطك به، فله حق الجيرة وحق الإسلام. وأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فهو الجار المسلم من ذوي القرابة، فله حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة، يعني قريبك من أهلك من ذويك وجارك ومسلمك. عباد الله، كي تستقيم الحياة لا بد من التعايش بين الجيران على أساس من الاحترام المتبادل وصيانة الحقوق الخاصة والمشتركة، مع ضرورة مراعاة المشاعر والأسرار والأمانات. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الجار على جاره في الحديث الشريف الذي يقول فيه لأحد الصحابة الكرام: أتدري ما حق الجار؟ النبي يسأل أحد الصحابة، يقول له: تعرفش إيش حقوق جار؟ فقال الصحابي: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا استعانك أعنته. جارك وقيت يطلب منك باش تعينه، تعينه. وإذا استقرضك أقرضته، طلب منك سلفة تقرضه. وإذا افتقر أعنته، إذا أصابته شاقة وفقر تمد يد المساعدة. وإذا مرض عدت، عند المرض تزوره وتسأل عليه. خمسة: وإذا أصابه خير هنأته، عنده فرح، ولده نجح، عنده زواج تهنيه، عنده مولود تهنيه. ستة: وإذا أصابته مصيبة عزيته، عند المصائب والموت تعزيه. سبعة: وإذا مات اتبعت جنازته، لما يموت تخرج معه الجنازة. ثمانية: ولا تستطل عليه بالبنيان، فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ما تجيش تطول عليه البني وتسكر عليه الهواء والشمس إلا بإذنه. استأذنه، يشيله، قل له: يا جاري أنا مش نبني طابق أول في الدار ولا طابق ثاني للأولاد، يا جاري تسمح ليش أني نبني. فإذا أذلك كما قال النبي: ولا تستطل عليه بالبنيان، فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. تسعة: ولا تؤذيه بقطار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها. زاد كيف كيف الحرب التاسع: أنت الطيب وربي أنعم عليك ومآكل ومشوى وأنواع من اللحم ومن الطبيخ اللي الروائح بتاعه تفوح وتنتشر، وهو ما عندوش يشم الريحة وما يشمشيش وما يشمش يعمل كده. النبي قال: ما تؤذيهش بالريحة بتاع القدر بتاعك وانت الطعام بتاعك، أحبس طعامك في بيتك. إذا إلا أن تغرف له منها.
قال لي يا اخويا انا كيفاش باش نعمل؟ قال لك سيدي النبي يهزلوا منه، يهزلوا صحيح صحيح النخيه ولا صحيح القلايه ولا طريف محمشه. هذا كان حال اجدادنا في القديم، كانوا وقت واحد يطيب حاجه نادره وقليل وين يطيبوها تلقاه يهز صحن الجار هذا ولا جار هذا يذوقهم، وهكك الجيران كلهم كانوا يعملوا نفس الشيء. عشرة، وإن اشتريت فاكهة فاهدي له، اشتري شوية فاكهة غلة اهدي له ما فيها بأس، فإن لم تفعل ما تجمش تهدي له فأدخلها سرا. جبت البنان، جبت الموز، جبت التفاح الأحمر، جبت كذا، جبت الدلاع، ما تجمش تعطيه، دخلها سرا على الأقل، أما مش تتبشح بها قدام جارك وتعرف هو فقير ما يقدرش. فإن لم تفعل فأدخلها سرا. حداش، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. ولده، ولدك أنت فيه التفاح الأحمر تاع 5 دينارات في الشارع ياكل، ولد الجار الفقير يغصب. وكل ولدك في الدار على الأقل. هذا الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان، وفيه يبين الرسول صلى الله عليه وسلم حقوق الجار على جار. وصدق الله العظيم حين قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله.